دقيقة حل مع فاطمة عبد الرحيم. صباحكم مبروك السعيد، إن شاء الله بالخير. الفرحة في ثاني أسبوع من الشهر أكتوبر. يقولوا بعض الفلكيين أكتوبر بش يكون أفضل برشا فلكيا على كل الأبراج، خاصة نحكيه مع الميزان جوزي دلو. حاليا الميزان جوزي والدلو في أفضل حالاتهم، تتغير الأحوال ونجح حليفهم. وأول أخبارنا اليومية نبدأوها مع الحمل، عندك طاقة كبيرة، أخبار أكثر من ممتازة. الثور رزقه يبين، فترة ممتازة على الصعيد المالي والمهني. الجوزي فما راحة استقرار وأخبار زينة تخص الوضعية الحالية. وكان على السرطان عندك الحب، نحكيه على علاقة جديدة، أجواء كلها رومانسية، راهو في أحسن. وثاني أسبوع من أكتوبر للمواعيد الغرامية. الأسد يحالفوا الحظ، يتحدى كل العراقيل، وفما قرار مهم يخص علاقة عاطفية. العذراء أخبار حلوة، عندك تطورات هامة، فما انفراج، فرحة سعادة بالرغم الصعوبات اللي رافقت حياتك المهنية. وكان على مولود اليوم من برج الميزان، يا سيدي كل عام وانت حي بخير في نهار عيد ميلادك، إن شاء الله نهار اليوم كله اتصالات ومفاجأة على غفلة. العقرب رزقه يبين والخير ماشي لقدام. وكان على القوس راهي أحداث مهمة تستنى فيك نهار الحركة والاتصالات المهنية الواعدة. إلي جدي نهير مناسب باش تشارك الحبيب أحلامه وآماله، على قريب فما مشروع يعززك العلاقة اللي بيناتكم، ممكن نحكيه على خطوبة يا جدي. ودلو أنت الأفضل في نهار اليوم، عندك الحركة والأخبار السعيدة. ونختمو مع الحوت، هي مرحلة إيجابية، كيف زادة فما الحظ، فما الفلوس، وفما زادة في الشهرية.